وهنا أتحدث وأسأل الأستاذ أحمد شمس، ربما الأزمة الحالية هي أزمة تتطلب أن يكون التفكير تفكير مبتكر، والدولة أصدرت برنامج خاص بالطروحات الحكومية، وأيضا قامت بإصدار وثيقة تحديد ملكية الدولة، وكانت قد أصدرت قانون الصكوك السيادية. في بداية الأمر، هل هذه الأطروحات الحكومية في وقتها المناسب؟ وما هي المشكلة؟ طبعا شكرا لحضراتكم السيد دولة رئيس الوزراء والسيد وزير المالية والسادة الوزراء وجميع الحضور، بشكركم جميعا على الدعوة الكريمة، وأتمنى للمؤتمر أنه يحقق كل الأهداف اللي اتعمل من أجلها. هرد على سؤال حضرتك بخصوص الطروحات الحكومية، بس ده أعتقد إن هو لازم يكون في إطار أوسع من النظرة العامة من ناحية البورصة المصرية وقدرتها على التحسن والرجوع لدورها التاريخي كبورصة رائدة في الشرق الأوسط وأحد يعني أعرق البورصات اللي موجودة. ده كله بيرتبط بمعدل السيولة وبحجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية اللي موجودة وبعمق سوق المال المصري بشكل كبير. مفيش يعني طبعا احنا لو بنتكلم على التوقيت، توقيت الطروحات الحكومية او لا، يعني هو طبعا ده بيبقى مرتبط بالسعر، بيبقى مرتبط بالسيولة، وبيبقى مرتبط بالعمق، ولكن برضو ممكن استاذن حضرتك معانا دقيقتين بالظبط عشان الوقت. وممكن برضو تقول ان في من الناحية التانية انت محتاج طروحات عشان تعمل العمق، فهي الفكرة ان احنا مجرد نبدأ وما نفكرش في التوقيت طالما في اطار ان هو هيبدأ يحسن الاساسيات العامة للسوق المصري. ده مرتبط بشكل كبير، بما ان انا قدامي دقيقتين، مرتبط بشكل كبير ببعض النقاط السريعة جدا اللي عايز اقولها اللي بتمثل من وجهة نظري رأي المستثمرين، خاصة المستثمري الصناديق الأجنبية والمحلية في السوق المصري، وبرضو ده ممكن يكون ليه علاقة نوعا ما بالسياسات العامة وبالعجز اللي احنا بنتكلم عليه. ما فيش شك ان مصر عملت برنامج ضبط مالي قوي جدا من 2016، ده مش كلامنا، ده كلام الناس كلها، ما حدش يقدر يختلف ان مصر تعاملت بمنتهى الاحترافية مع العجز، اتعاملت بمنتهى الاحترافية مع اساسيات الموازنة العامة للدولة. ولكن لما تيجي تسأل النهاردة طيب ده ليه ما ترجمش لاستثمارات على الأرض، وليه ما ترجمش لتحسن في البيئة الاستثمارية من ناحية المستثمرين الأجانب أو من ناحية الاستثمار الخاص بشكل عام بشقيه المحلي والأجنبي؟ أعتقد أن القصة مش أرقام، لأن في ثقة النهاردة على الموازنة المصرية، لأن ده ممكن لازم يترجم بشكل أعمق في ربط الضبط المالي ده مع الأهداف الموجودة واللي المفروض أن هي تشرح بشكل أكبر. يعني هختصر الكلمة في حاجتين، دعم القطاع الخاص، ده اللي الناس بتسأل عليه، مصر فين في النموذج العالمي الجديد. أنا عجبني جدا النهاردة أحد المتحدثين كان بيتكلم على الكراسي الموسيقية، وفعلا في إعادة توزيع أو إعادة تمركز لقوى العولمة أو القوى الفاعلة في النظام العالمي، مش بس سياسيا ولكن اقتصاديا أيضا. مصر فين في النموذج ده؟ والاقتصاد القائم على التنافسية والمرتبط بالاستثمار والقطاع الخاص هيبقى فين في هذا الإطار؟ دول أكبر أو أهم سؤالين أعتقد لو المؤتمر قدر يجاوب عليهم هيبقى احنا استفدنا استفادة كبيرة جدا، وشكرا لوقتك. نشكر حضرتك على الالتزام بالوقت.